لو الحكاية فيها إن فيتو. بنرحب في بوابة فيتو الإلكترونية بالمخترع المصري محسن مصطفى شيرين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مصر ولادة وإحنا أحفاد الفراعنة. حضرتك يعني اخترعت المواطن المصري البسيط مجموعة من العلاجات لمجموعة من الأمراض المستعصية. حضرتك كلمنا عن يعني بداية الاختراع والعقبات اللي واقفة في طريق حضرتك عشان الدواء دوت يوصل لإيد المواطن المصري الفقير اللي حضرتك في الأساس اخترعت الدواء دي الأدوية دي عشان. حضرتك الأول أنا اتشرفت بيكم واتشرفت بمصر، وزي ما قال مصطفى كامل إن لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. مصر غنية، الطفل الذكي أعلى نسبة ذكاء في الأطفال موجودة في مصر، ده بحث عملته اليونيسيف من 30 سنة، ما أعرفش البحث دلوقتي يعني أخباره إيه. كان من تاني الأطفال بعد الطفل المصري الطفل الإماراتي. التعليم زمان مختلف عن دلوقتي، يعني احنا تعلمنا في التربية الفنية زمان، انا اصلا مدرس تربية فنية فنان تشكيلي وتخصصت في الفن التربوي، ان نعلم الاولاد القومية وحب مصر ونعتمد على خامات البيئة في كل شيء في الفن. الفن هو الابداع في كل شيء. انا تناولت العلاج بتاع المادة الفعالة اللي اخترعتها الجديدة من جهة الابداع الفني، يعني الناس معتاد ان الناس بياخدوا علاجات انجكشن او تابلس، لا ده انا عملت دهان موضعي اندهن به مكان الاصابة من مادة فعالة. مادة الفعالة متوفرة عالميا، انتاجها غير مكلف، بتعالج امراض كتيرة. ومن مزايا المادة الفعالة انها ليس كانوا الاهل بيستخدموها بيور، انا حبيت اطورها. في خلال الاربعين سنة كنت في الامارات، من عشرين سنة عملت اول تجارب ليا مع ملايين في الامارات، وفي عمان برضو عملت التجارب بتاعتي. اما رجعت القاهرة مصر ام الدنيا زي ما قال الفريق السيسي، هي فعلا ام الدنيا، رجعت مصر تاني علشان اعمل الشغل ده بدل ما اعمله بره اعمله في مصر. قالوا لي لازم تعمل التجارب دي تاني من جديد. التجارب انا عاملها ذاتيا، يعني التلسكوب اللي هو بيستخدم في البحوث والحاجات دي عملته يدوي مانوال، فككت ادوات التصوير الكوندنسر والكاميرات والعدسات وعملت لها شكل هيكلي بحيث ان اعمله تلسكوب أشوف عليه الأبحاث بتاعتي وأصورها سينما وأعيد تصويرها وأشوف العرض تفاعل المرض، يعني الفيمتو ثانية اللي عملها الدكتور أحمد زويل حديثة بالأنابيب الليزر، لا أنا عملتها بطريقة أظرف وبدائية. بجيب الكاميرا التصوير وبظبطها على التايمر انها بتصور لي كل ربع ساعة لقطة من الدواء اللي محطوط على الاصابة مثلا بتاعة الصدفية، من نكحة الصدفية، ونحطها نحطها على شريحة، وبركب الكاميرا على حامل لها، وبالتايمر هي بتصور اوتوماتيك كل ربع ساعة. يعني الساعة فيها اربعة اربع في 24 هتاخد كل لقطة لقطة، وبعدين بحمض الفيلم وبعرضه على البروجيكتور او على مكنة السينما، يقوم يديني التفاعل بتاع الدواء مع المرض في خلال 24 ساعة. ده الكلام ده من زمان عملته. ما فيش عندي حاجة اسمها مستحيل، اي حاجة بحاول احلها بالامكانيات بتاعتي اللي هي متوفرة. بدأت أعمل التجارب بتاعتي الخاصة، فحبيت أعمل فارماكولوجي، فروحت المركز القومي للبؤوس. كان هناك دكتور عظيم عالم
اسمه الدكتور محي الليسي. وحدة الفارماكولوجي ديت وحدة مستقلة بذاتها عن المركز القومي للبعوث، يعني القرارات بتاعتها سارية المفعول دوليا وعالميا. هو نفسه جرب الناس في القسم الفارماكولوجي قبل ما يعملوا التحاليل، كانوا بعتوا لي جواب، اما بعتوا لهم ان انا عايز اعمل دواء عندي موجود واعمل التجارب بتاعته، فبعتوا لي جواب وقالوا هنعمل لك اجتماع مع علماء من المركز القومي لبحث ودراسة الاختراع بتاعك بتاع المادة الفعالة اللي انت عملتها. حضرنا الاختراع، طبعا الناس دي اقنعها ازاي؟ فديتهم عينات كلهم، قلت لهم بعد ما تتلاقوا العينات دي تجربوها بنفسكم شخصيا، هتلاقوا فيها استحسان اتصلوا بيا وانا تحت امركم. فاتصلوا بيا بعت لي جواب المركز القومي ورحت، قال لي هتدفع 50,000 جنيه نظير عمل فارماكولوجي مفيش مشكله. عملنا الفارماكولوجي، طلعت الحمد لله ان مفيش سايد افكتد خالص نهائي في الماده الفعاله. المادة الفعالة عبارة عن سائل، محلول سائل يمكن يكون معي عينة منه. دي عينة المحلول بتاع المادة الفعالة اللي اتعمل منها التجارب على المرضى. عملنا التجارب على الحيوانات في المركز القومي للبعوث واثبت انه سليم. بعد كده عملنا التجارب على مرضى الصدفيه باشراف الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبعوث، والدكتوره هناء امام والدكتور محمود فوزي، دول اخصائيين او استشاريين للامراض الجلديه. اتعملت التجارب على مدار سنه في المركز الطبي الخاص بالمركز القومي للبعوث، أثبتت نجاح التجارب بالنسبة للمرض الصدفية 62.8% من بدا. لو بس على الرغم من ان مرض الصدفية من الامراض اللي بتبقى صعبة جدا في علاجها، هو حضرتك زي ما تقولي هي ملهاش علاج خالص، رغم ان هم بيعملوا علاجات مكلفة في بعض الرمال الصحراوية، انما حتى في دكتور عامل الدواء للصدفية بس كان يعيب الدواء ان هو بيسيب اثر في الجلد. وبعدين ميزة الدواء انه سائل سهل الاستعمال، الانسان هو اللي بيمرض لنفسه مش محتاج لممرض، ده مكان الاصابة مرتين في اليوم، ده بالنسبة للصدفية. بعد كده المركز القومي للبحوث تفضل مشكورا وفوضني في تقييم الدواء في المستشفيات العامة. رحت الاول جريدة الاهرام، الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس قسم التحقيقات الصحفيه تبنى فكره تقييم الدواء داخل جريده الاهرام، وناس كتير استخدموه واشادوا بفكرته. كذلك في جريده الجمهوريه الاستاذ سريع عبد الرسول برضو جربنا الدواء هناك بنفس الطريقه والطريقه. في الاخبار برضو نفس الاسلوب استبعته مع يعني كنت دايما على اتصال مع السادة المسؤولين، ان كان رئيس مجلس الشعب، ان كان رئيس الحكومة، اذا كان رئيس الجمهورية، كنت ببعت لهم طرود بعينات من الدواء. من الشخصيات ديت كان الدكتور زكريا عزمي، والراجل قدم مساعدات كتيرة، ووزير الداخلية برضو كمان بعت له دواء، ولما احتجت له برضو تدخل، وكنت مقدم اقتراح لوزير الداخلية بالنسبة للتراخيص برضو مشي. يعني هو الاختراع مش مقصور على الدواء، اي حاجة الانسان بيخترع بيها. كما انما اللي عايز اقوله ان شركات الادوية ما تقدرش تنفذ الدواء ده، لان الدواء ده هو ده السؤال اللي كنت عايزه اوجهه لحضرتك. حضرتك حاصل على براءة الاختراع وثبت بالتجربه انه الادويه اللي حضرتك هي مستخلصه. لا انا معايا ملكيه خاصه للماده الفعاله. ملكيه خاصه للماده الفعاله.
اذا ايه المانع ان الى الان العلاجات ديت لم تنتشر؟ المواطن المصري البسيط اللي بيتعب جدا جدا عشان يلاقي الدواء ده بيتعب عشان يدخل للدكتور. الفيزيتا نفسها بقت اسعار خياليه. فحضرتك ايه العوائق اللي واقفه قدامك عشان المواطن المصري البسيط اللي حضرتك اصلا عامل اختراعات ديت ليه توصل له؟ وانا كنت في انتظار ان وزاره الصحه تساهم وتنتج الدواء لصالحها، انما وزاره الصحه بعتت جواب ليا ان اروح لوزاره ان اروح لاداره الصيدله بخصوص انتاج الدواء. ما تاخروش اداره الصيدله، قال لي يا اما تعمل مصنع يا اما تخش خط انتاج. انا عندي تطلعات قوميه تانية ان اللي ينتج الدواء جهه مسؤوله زي وزاره الصحه تنتج الدواء بحيث ان هي تستفيد بالعائد اللي هيجي من توزيع الماده الفعاله على الشركات العالميه. هيبقى فيه دخل قومي لوزاره الصحه انها تصرف على المصريين مجانا من الدخل اللي هيجي من دول العالم، وخاصه ان الدواء سهل التصنيع. ممكن انا بصنعه مانوال يدوي، اي شركه كلها هتاخده مش هتغرم غير انها تعبي العبوات لا اكتر ولا اقل وتكتب البامفلت اللي عليها من بره عن طريقه الاستخدام. الشركه بتاعت سيليكو قالت ان هي بتعتذر لعلو التكاليف المصاريف على الدواء. طبعا انا تكفلت بالمصاريف كلها وعملت المصاريف بتاعت الدواء اذا كانت تجارب بشريه او على حيوانات انا عملتها. شركه فايزر قالوا ان التجارب لازم تتعمل في الشركه الام، في جواب رسمي موجود على الفيسبوك، فيسبوك محسن مصطفى شليل عربي، وفي اسامي الناس، كل الناس اللي اتعالجت اساميهم، ممكن لاي واحد عشان يطمئن يتصل بيهم يسال الناس دي. قالت لحضرتك ايه؟ قالوا لي ان بتتعامل من خارج امارات السفاره الامريكيه، الناس واضحين. قال لي احنا هناخد منك الدواء، اطلب اي مبلغ انت عايزه يرضيك، بس الدواء ده هيبقى بتاعنا وهنعمل عليه التجارب، وبعد كده تبقى الماده الفعاله ملكنا احنا نتصرف فيها. طبعا ما هو رغم الاغراءات الماديه انما ما عجبنيش الكلام، لان كل حاجه في حاجه اسمها فكر النهج الغرب العالمي الصهيوني ان الناس دي تسيطر على المواد الفعاله. شركات الادويه في مصر بدون استثناء اتصلت ببعضها، المخلصين منهم قالوا لي مش معقول شركه هتاخد دواء تكلفته الابتدائيه 150 جنيه يغني عن علاج غضروف المستشفى والصيدليات بيستفاد منه على مدار السنه ب 5000 10000 جنيه، ده غير العمليات التكاليفها باهظه، علما بان العمليات الجراحيه اللي بيتم فيها حتى بالتردد الحراري والليزر بترد بعد 6 اشهر. يعني المريض بيستفيدش باي شيء، المستفيد هو اللي بيعمل الجراحه. فمش ممكن اي شركه من الشركات هتضحي بالمسكنات اللي هي بتبيعها والمضادات الحيويه في سبيل ان دواء المريض هيخف منه من اول مره. بعت لسعاده الفريق السيسي، ويمكن دي الحاجه اللي مخليها عندي بريء الامل، ان هو راجل يعني ليه عينين الصقر وبيعرف المسائل الجديه والغير جديه. فطبعا ما طلعوا الاوراق اتصلوا بيا بالتليفون وقالوا لي ابعت الاوراق على الموقع بتاع القوات المسلحه. الحقيقه انا لغايه دلوقتي ما بعتش الاوراق، بس انا مطمن ان انا الاوراق. الظروف الحاليه ما تسمحش. انا عندي طلعات تانيه.